كيف حالك يا مدير؟ الحمد لله. غانم؟ أهلا، معك عمك عبد العزيز بن مشهور بن سعود الأكل. وزك فيك. والله غريب براسك وقريب جدا يا كلب. يلا يا تخسي، ما عندكم إلا القرقر. والله يا كلب، والله يا كلب، راسك هذا غير يصير تحت رجل عمك محمد بن سلمان. والله والله أنت خسي، أنت عبد العزيز بن محمد المشهور، ها؟ عبد العزيز، معك عمك وتاج راسك يا كلب، عبد العزيز بن مشهور بن عبد العزيز. وزك، وقل للدب الداشر شفتوا؟ خسي بعد. أيوة اسمع اسمع بس يا كلب، اسمع، شفت راسك هذا؟ راح يكون تحت ماطة عمك محمد بن سلمان. والله أنت خسي، راسك هذا والله أنت خسي، أنت وياه. مو اسمع، مو بعد تحت رجل أول خالة، لا، تحت رجل أصغر واحد من بن سعود يا كلب. يا رجال على الزبي، أنت وآل سعود اللي مثلك. شفت مشهور بن محمد بن سلمان، ولد محمد، قصدي يا آسف، ولد عمك محمد، راح يدعس على راسك. مشهور صغير يا ابوي، ست أحلامكم سنوات وردية آخر راح الليل. يدعس على راسك. أقول أحلامكم وردية آخر الليل. أنت شارب شيء الحين؟ لا اسمع بس، انت تجيني الجبان ليه؟ قبل ما تتكلم الكلام هذا تقول في السعودية ما تقدر، لكن احنا راح نجيبك بطريقتنا يا كلب، ها؟ وش ذا وش الكلام هذا؟ ونخليك عبد عند أهل السعود. الكلام هذا اللي أنت تقوله لي 15 سنة وأنا أسمعه، من يوم من يوم من يوم من يوم من يوم من جيبك، فهمتكم. اخاف، قريب قريب اسمعني اسمعني قريب قريب اسمعني جدا. اسمعني اسمعني حسب الاتفاقيات، اسمع يا كلب، ما عمرك كلمة ما ترفع صوتك يا كلب. ارفع لا، صوتي. حسب الاتفاقيات، ايه ها، حسب الاتفاقيات اللي بيننا راح تيجي قريب ان شاء الله، وملفك موجود عند عمك محمد بن سلمان حاليا، له شهر تقريبا الملف عنده، حلو، راح تيجي. واظنك قريت بتويتر وقريت انك قريب من المحاكم ومدري ايه وقريب، فطال تخس حتى مو طال عمرك. انت واشكالك الوسخه، لو انا حلو، صادق، راح نجيبك. اسمع، ما حط اسمع يماني اسمع يا مليون. كلب، اسمع 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 يا كلب، اسمع اسمع يا انت كلب، ارفع الكلب صوتك، اسمع لما اتكلم، انا قاطعني يا كلب. اسمعني يا ابن الكلب. اسمع يا كلب، لما محمد بن عمامك لما سلمان عمامك حط تكلم انت يماني تتكلم، مليون للشنب اللي انت بيجيبني، والله بجدل. ما فيكم شنب، كلكم اذناب. أنا شاب بتشوف يا كلب قريب إن شاء الله، بتشوفها يا كلب. بشوفك بشوفك بشوفك، لكن اسمعني، وبحط رجلي فوق لكن وجهك. اسمعني اسمعني اسمع يا كلب، 15 سبتمبر بتقول عنه هذا، إذا فيكم رجال واحد، رجال واحد، أبغى أشوف، خلينا نشوف رجال واحد في بتشوف الشوارع بتشوف بس، بتشوف رجال. بتشوف بتشوف ترى ولد هذا حسني أنا، مبارك كان يقول طيب، نفس كلامك. أتمنى إني أشوفه اللي بتصورهم لي 15 سبتمبر بالشوارع، أتمنى ذلك. اقول ادخل تويتر وشوف وش يقولون عنك، عنكم وعن وش أنا محضرينكم. أقول لك، أتمنى ذلك. وإذا تبي تسجل مكالمة وتنشرها إنه قاعد يكلمك واحد من العائلة، هذا حقك، وكله سجلها، وهذه ما عندك أي مشكلة. إذا بغيت إنك توري الناس، يعني على قولتك دبابيس آل سعود يا كلب، حلو؟ فأنا أقول لك، واحد من العائلة، ها، راح ندعس على راسك أنت ومن شاكر. والشعب السعودي يا كلب، ترى اللي يسمعونك هذه كلاب تابع لك، ولكن الشعب السعودي عايش بعز يا كلب، لا لا، ما صدق لك قصدك خبر. آل سعود يا ابن الكلب هم اللي عايشين، ولا الشعب تخسي انكم تخدمونه؟ احنا عايشين بدولة، جدي جابها يا كلب، ما هو بس يا رجال وكالة الله الوصفة يلعنك دي، ويلعن جدك، جدي اللي جابها الله يا كلب، يلعنك ويلعن جدك، جدي اللي جاب الدولة دي، الله جدي يلعنك اللي فرض ويلعن عليك جدك، وعلى أهلك يا كلب، الله وعيشك بالبيت يلعنك يا كلب، ويلعن جدك. جدي اللي عيشك، اتخسي جدي اللي عيشك يا كلب بعز، أنت اتخسي والشعب انت السعودي كلكم. وجدك، الله يلعنك ويلعن جدك. عيشناك يا كلب بعز، الى ما صرت كلب وزي الواقي تنبح برا يا كلب، ولا احنا عبد العزيز بن سعود يا كلب اللي عيشك انت والشعب حقك هذا. والشاب حقي هذا استثناء عبد العزيز بعد بن سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله يا كلب، اثنين عمك سلمان. احنا اللي معيشينكم يا كلب، تسمع ولا لا؟ يعني انتم متفضلين علينا انكم معيشينا. ايه، لا، الفضل اول، الفضل لله، اول شيء، اقل لا للشيء.
الفضل والله للإنجليز أسيادك واللي جابوا وربوا العميل عبد العزيز لك وجيت. الله الله اللي عزنا احنا، الله اللي عزنا، الله اللي عزنا. عزتكم العمالة لأنكم ولا تعزون أحد أنتم. لا أنت ولا غيرك يا كلب، اللي عزنا اللي عزنا وأبوك ولا غيرك يا كلب. لا عمالتك والشعب السعودي عارف الشيء هذا يا حيوان. أقول لي الشعب السعودي عارف من اللي عزه السعودي. لا لا لا، الشعب تغير مزاجه وعرفكم على حقيقتكم، وهذا بفضل الله كان بجهودي. خليه يتحرك، يلا خليهم يتحركون، خليهم يشيلونا. بتشوف التحرك، بتشوف التحرك إن شاء الله. خليهم ينقلبون علينا، بتشوف التحرك. وصدقني وصدقني، إذا ما حصل في 15 سبتمبر إن أشهركم وسنينكم معدودة. أنتوا يا آل سعود يا آل ضروط. والله والله يا كلب، قسما بالله العظيم، عزة أمريكا، أمريكا تكون دافعين لها جزية دول حاولتكم بعد يا كلب. قبلك دول حاولت تسقطنا ما سقطتها. تقدر تقول أنت يا الكلب الدوسري، من هي الدول اللي حاولت تسقطك؟ تكفى بحياة سعود عمامك. قبلك دول يا كلب، قبلك دول ما سقطتنا. تبي دوسري كلب كرزمة، دوسري سيدك. نعم ابن سعود ما تسواه يا كلب، نعم ابن سعود يا كلب ما تسواه. جاي كنت تنقلب علينا؟ حتشوف حتشوف إن شاء الله. نعم ابن سعود، نعم ابن سعود ما تسواه أنت. ودواسري يكرمون عنك بعد، ولا ما كان تبرو منك؟ ما حد تبرو مني، تخسي ما حد تبرو مني. جيب لي واحد. كيف ما حد تبرى منك؟ كيف ما حد تبرى منك؟ من اللي تبرى؟ ما حد تبرى. كيف ما حد تبرى منك يا انت والله شكلك. والتواصل اللي يقولون وشيخكم اللي يقول تبرى منك. ما قال خلا يطلع في وسيلة إعلامية ويقول هذا الكلام. يا راجل ما قال ابو وسيله اعلاميه، ما قال ابو وسيله اعلاميه هذا. اسال شيخ الدواسر حقينكم. اسال اللي قاعدوا مع شيخكم بمجالسه، اسال وش يقول عنك؟ وش يقول؟ يقولون نعم. وش يقول؟ يلا يلا بس ما فاتك. يلا يلا والوعد قدام ان شاء الله.